تجمع العشرات من الصحفيين في محيط مبنى نقابة الصحفيين وتحركوا بمسيرة من أمام النقابة إلى أبواب نقابة المحامين، ثم عادوا مرة أخرى إلى سلالم نقابتهم ورددوا هتافات منها فكوا الحصار، أبعدوا البلطجية، والصحافة لها حرية، مش هنسيب حقنا. ووقعت مشادات وبعض الاشتباكات بين الصحفيين وبعض قوات الأمن. قال حمد صباحي المرشح الرئاسي السابق إن الصحفيين يجتمعون اليوم على حماية الدستور واحترام القانون لاحترام هذا الصرح العظيم وإدانة الاقتحام الذي وصفه بالفاجر والذي أمرت به هذه السلطة. وأضاف صباحي خلال انضمامه إلى وقفة الصحفيين أمام النقابة أن اقتحام النقابة الأحد الماضي عار على سلطة ضعيفة تستأسد على شعبها. وأوضح المرشح الرئاسي السابق أن اعتذار رئيس الجمهورية بنفسه وإقالة وزير الداخلية هما أدنى مطالب الصحفيين. أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن واقعة اقتحام النقابة وتقديم رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء اعتذارا عما حدث. وقال كريم محمود عضو مجلس النقابة في بيان تلاه عقب انتهاء الجمعية العمومية إن الجمعية قررت منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام والاكتفاء بنشر صورته نيجاتيف سوداء وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والإعلام. ارتفع عدد ضحايا حادث التصادم على الطريق الصحراوي الغربي في قنا أمام قرية الترمسة إلى 5 أشخاص إضافة إلى إصابة 9 آخرين. وأكد مصدر طبي أن حالة بعض المصابين مستقرة بينما يرقد البعض الآخر في حالة خطرة. في سابقة هي الأولى من نوعها بألمانيا انطلقت في مدينة فرانكفورت محاكمة ألماني بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا. ومثل الألماني من أصل إيراني أريالا جوردي أمام الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتهمة المقاتلة في صفوف الجهاديين، وذلك بعدما وضع صورا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يقف بصحبة رجلين آخرين أمام رأسين مغروسين في رمحين بسوريا عام 2014 بعدما كان قد توجه إلى هناك للالتحاق بصفوف الفصائل الإسلامية. قررت محكمة جنح قصر النيل إخلاء سبيل متهمي جمعة الأرض وتأجيل محاكمتهم لجلسة الأول من يونيو. طالب دفاع متظاهري جمعة الأرض محكمة جنح قصر النيل بإخلاء سبيل المتهمين وعددهم 22 حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات كونهم طلبة في الجامعات. كما طالب الدفاع بسماع شهود النفي وتفريغ الكاميرات المحيطة بنقابة الصحفيين وعرضها على شاشات. قال سفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات خلال كلمته بمؤتمر الإعلام وثقافة العنف بكلية الإعلام جامعة القاهرة إن المذيعين المصريين ومقدم البرامج الإخبارية لا يقدمون خطابا إعلاميا موجها للخارج على الرغم من أن ما يحدث في مصر من الداخل هو انعكاس لصورتها في الخارج، مؤكدا أن أفلام توم أند جيري من أهم الأسباب لنشأة العنف والتطرف في العالم العربي. لم يستطع الملك سلمان مغلبة دموعه وهو يحضر حفل تخرج الأمير ركان أصغر أبنائه والذي أنهى دراسته الثانوية في مدارس الرياض. وشارك الملك ابنه ركان وخريج مدارس الرياض الحفل الذي أقيم في المدارس والذي اعتاد الملك على حضوره في كل مناسبة يكون نجل من أبنائه أحد الخريجين، ويظهر ذلك حرصا أبويا على التحصيل العلمي لأبنائه في رسالة يقدمها الملك سلمان للآباء. صدر حكم عن المحكمة العليا الإيطالية يقضي بأن سرقة الطعام لا تعد جريمة إذا ارتكبها مشرد أو جائع. وجاء القرار بعد أن حكم أحد المشردين لمحاولته سرقة بعض الجبن من متجر أغذية لأنه المصدر الوحيد لطعامه. وإثر الحكم تقدم المدعى العام باستئناف على حكم لسجن المشرد لإطلاق سراحه وإسقاط الدعوى. وأشارت المحكمة العليا أن هذا القرار يمكن تفعيله تحت ظروف
معينة إذا كان الشخص الذي ارتكب سرقة لا يجد ما يسد رمقه وسرق فقط ما يسد جوعه. تعدى طالب اليوم بمدرسة تابعة لإدارة العجوز التعليمية على زميله أثناء أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني في أول يوم لها، وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم إن الطالب تسبب في إصابة زميله بأربع غرز في رأسه بعد التعدي عليها، موضحا أنه تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة، وتم إرسال لجنة من الشؤون القانونية من مديرية التربية والتعليم بالجيزة للتحقيق في هذه الواقعة. كان من الصعب على شخص أن يتخيل كيف نجا قطار محمل بالسولار من الحريق الذي نشب به أمس في مدينة صملوط بالمينيا، ولكن المفاجأة أن الشخص الذي تولى مهمة إنقاذ منطقة بأكملها يعاني الآن من إصابته وحيدا في مستشفى التأمين الصحي في المينيا دون اهتمام يذكر من أي جهة. نشرت الصفحات صورة الأستاذ أحمد فاضل ناظر محطة صملوط وأوضحت الإصابات العنيفة التي لحقت به أثناء عملية الإنقاذ، وأشارت الصفحة إلى أن فاضل فصل العربات المشتعلة عن باقي عربات القطار لينقذ بها كارثة محققة، مشيرة أنه يعاني بشدة الآن وسط تجاهل تام من المسؤولين. أنقذت العناية الإلهية شابا من الموت بأعجوبة بعدما قفز من أعلى كبر الميناء في مدينة جدة السعودية، وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الشاب ممددا أعلى الطريق أسفل الكبري، حيث قال بعض شهود العيان إن الشاب قام بالانتحار والقفز من أعلى الكبري بعد أن أوقف سيارته ونزل منها وقام بالقفز، وظهر الشاب وهو يحرك أطراف جسده. بعد أشهر من الخطأ الكبير الذي قام به الممثل الكوميدي ستيف هارفي خلال حفل تتويج ملكة جمال الكون، تعرض منظم حفل مسابقة جمال في البرازيل إلى موقف مماثل، حيث حدث ارتباك خلال الإعلان عن الفائزة بمسابقة ملكة جمال روندونيا موندو بشمال غرب البرازيل. وظهرت ملكة الجمال ليتسيا كاباتو وكارلياني باربوسا في مقطع فيديو يمسكان بيدي بعضهما في انتظار سماع قرار الحكام أمام الجمهور، وقامت سيدة على المسرح بوضع التاج على رأس كارلياني إلا أنه سقط على الأرض ليتم التنبه إلى الخطأ ووضعه على رأس زميلتها ليتسيا ما أصابها بالغضب، ورفضت في البداية ارتداء وشاح الوصيفة إلا أنها وافقت وغادرت مباشرة بعدها.